نعود مرة أخرى لمبادرة فلسطينيو الخارج لدعم قضية فلسطين وحقوق أبنائها، وينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي والباحث الفلسطيني ماهر حجازي. أهلا وسهلا بك. حياكم وأهلا وسهلا أستاذ. أهلا وسهلا أستاذ ماهر، الهدف من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، وما أيضا أبرز النقاط التي تمت مناقشتها اليوم؟ نعم، تحية بداية، تحية لك وللسادة المشاهدين. اليوم أطلقنا كإعلاميين ونشطاء فلسطينيين في خارج فلسطين حملة إلكترونية للتغريد على هاشتاج فلسطيني الخارج. هذه الحملة تهدف وهي الحملة تهدف تستمر من اليوم وحتى موعد انعقاد المؤتمر الشعبي للفلسطيني الخارج في اسطنبول في يومي 25 و 26. تهدف هذه الحملة إلى إعادة الاعتبار لفلسطيني الخارج وإعادة موقعهم السياسي الصحيح في صناعة القرار السياسي الفلسطيني، كذلك التركيز على معاناة أبناء شعبنا من الفلسطينيين خارج فلسطين، خاصة في ظل الأزمات الراهنة التي يعاني منها أبناء فلسطيني الخارج في سوريا وفي العراق وفي لبنان، وأيضا يعني تسليط الضوء على هذه المعاناة المتفاقمة. وكذلك أيضا في الجانب الآخر لهذه الحملة، وهي أيضا تتطابق مع أهداف المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج، هذه الحملة أيضا تهدف إلى إبراز الإبداع الفلسطيني في خارج فلسطين، أن رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون خارج الوطن، لأنهم في ذات الوقت هناك مشاهد جميلة من الإبداع الفلسطيني في كافة المستويات السياسية والثقافية والعلمية. أيضا كذلك نهدف إلى التركيز على حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني في الخارج، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين والتمسك بكامل التراب الفلسطيني من البحر النهر، وبالتالي التأكيد على حق الفلسطينيين في الخارج في العودة إلى فلسطين. كذلك من خلال هذه الحملة الإلكترونية التي أطلقناها اليوم الفلسطينيين الخارج، نهدف إلى التركيز على الحقوق السياسية والمدنية أيضا والإنسانية للشعب الفلسطيني في خارج فلسطين، مع التركيز أيضا على أن واصل يعني على الدعم الفلسطيني الخارج لإخوانهم في داخل فلسطين، كذلك تعزيز وحدة الموقف بين الفلسطينيين في الداخل والخارج والتأكيد على وحدة المصير للشعب الفلسطيني. فاليوم المطلوب صراحة في ظل التهميش الذي يعانيه الفلسطينيون الخارج، والذي خلق فعلا كان هناك شكل سبب رئيسي في حصول الازمات لفلسطيني سوريا والعراق ولبنان وهذه الاوضاع التي يعاني منها فلسطين الخارج، وبالتالي لابد نحن نسعى الى فعلا من خلال هذه الحمله الالكترونيه وكذلك المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج الى يعني التركيز على الحقوق الثابته والاساسيه لفلسطيني الخارج. المؤتمر الشعبي لفلسطين الخارج الذي ينعقد في اسطنبول ويتوقع حضور اكثر من 5000 فلسطيني موجودون في خارج فلسطين، يمثل هذا المؤتمر من هم الفئات المشاركه؟ من هي الفئات المشاركه في هذا المؤتمر؟ المشاركه لحق كل فلسطيني موجود في خارج فلسطين من مختلف الشرائح الفلسطينيه والالوان السياسيه الفلسطينيه ومن الاحزاب والمستقلين، وكل فئات شعبنا الفلسطيني له الحق في المشاركه في هذا المؤتمر الذي يسعى فعلا لان يكون محطه جامعه ومنظمه للجهود والى تفعيل دور الشعب الفلسطيني في الخارج، وكلنا نعرف ان الشعب الفلسطيني لديهم في خارج فلسطين لديهم من الطاقات الكبيره على كافه المستويات، وبالتالي لابد من توحيد هذه الجهود ضمن مظله جامعه ومحطه جامعه لدعم امال وطموحات شعبنا الفلسطيني على المستويات السياسيه والاعلاميه والجماهيريه في سبيل فعلا الحفاظ على الحقوق الفلسطينيه وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة الدوله الفلسطينيه وعوده اللاجئين الفلسطينيين الى داخل فلسطين. طبعا هذه الحمله التي تستمر لاكثر من 20 يوما من خلال التغريد عبر مواقع وصفحات السوشيال ميديا على هاشتاج فلسطيني الخارج، وفعلا الان خلال الساعتين الاولى للتغريد وصلنا الى اكثر من 50 مليون وصول مع هذا الهاشتاج، اضافه الى برايك هل ستساهم مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الهاشتاج الذي تتحدث عنه في استمرار شعله القضيه والدفاع عنها بكل الوسائل؟ بكل تاكيد يعني هذه الحمله هي تمثل نقطه في بحر الجهود الراميه الى توحيد الجهود الفلسطينيه في خارج فلسطين على اساس التمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينيه
وبالتالي يعني اليوم سنصل من يعني انطلقت الحمله اليوم وسنصل بعد 20 يوما الى عقد المؤتمر الشعبي في اسطنبول، وبالتالي هذه الفتره ستشمل الكثير من الجهود الاعلاميه والسياسيه والشعبيه التي تصب في خدمه المشروع الوطني الفلسطيني وحقق تقرير المصير وعوده اللاجئين الفلسطينيين. وبالتالي اليوم شعبنا الفلسطيني في الخارج بحاجه فعلا في ظل ما يتعرض له من ازمات وواقع معيشي صعب، وبالتالي هو بحاجه لهذه الجهود الوطنيه التي تجمع الشعب الفلسطيني تحت مظله جامعه وتحقق جميع اهداف على اساس التمسك بالثوابت الفلسطينيه. باختصار شديد استاذ ماهر، باختصار شديد، برايك هل خف الاهتمام بالقضية الفلسطينية وكيف سيكون التكامل بين فلسطيني الداخل والخارج من أجل الحفاظ على القضية؟ بكل تأكيد يعني اليوم ما تعانيه الأمة من أزمات أثرت بشكل سلبي على القضية الفلسطينية، واليوم نحن كفلسطينيون في الداخل والخارج معنيون فعلا بأن نقود حراك جديد لإعادة إحياء القضية الفلسطينية، وطالما كان أبناء شعبنا نحن الفلسطينيون في الخارج داعمين ومناصرين لأهلنا وأبناء شعبنا في داخل فلسطين، وسيستمر هذا الدعم وسيستمر هذه المناصرة بإذن الله. نعم، نشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، الصحفي والباحث الفلسطيني ماهر حجازي كنت معنا من إسطنبول، شكرا لك. فاصل قصير، ابقوا معنا. تذكر متى آخر مرة تبرعت فيها؟ تعرف شو اللي صار في المستشفى اللي بنيته؟ أو البير اللي حفرته؟ أو الطالب اللي علمته؟ مع تطبيق قطر الخيرية صار الخير بين يديك، والحين تقدر تتابع مشاريعك الخيرية أول بأول عن طريق الملف الشخصي، سواء كفالاتك، مشاريعك، أو حتى تبرعاتك، بكل سهولة وشفافية. تعرف تفاصيلها ونسبة اكتمالها سواء منجزة أو قيد التنفيذ. تقدر تتابع مراحل بنائها بشكل مباشر، مو بمجرد تقارير. توصل لك صور وفيديوهات لكل مراحل بنائها. والتطبيق بعد يتيح لك خيار التبرع المباشر وبثلاث خطوات بس. ابحث عن المشاريع المتاحة، حدد المبلغ وتبرع. مع تطبيق قطرة الخيرية صار الخير أكثر سهولة وأكثر شفافية. أهلا بكم من جديد. طرابلس اللبنانية أو الفيحاء أو عروسة البحر كما يطلق عليها، مدينة سطر فيها التاريخ أروع قصصه. فالمدينة التي أسسها الفينيقيون في القرن السابع قبل الميلاد وتعاقبت عليها حضارات كثيرة، قد يتهم أو يتهم البعض أهلها بالتطرف نظرا للأحداث السياسية والأمنية التي تحدث فيها بين الفينة والأخرى. مبادرة تعا ثوب الفن اللبنانية تحارب التطرف بواسطة الفن وتظهر الجانب الجميل لمدينة طرابلس. دعونا نتعرف أكثر على هذه المبادرة من خلال ضيفينا من بيروت، غنوة سمحات عضو قسم العلاقات العامة في تعا ثوب الفن، وشربل أعد المدير المالي لمبادرة تعا ثوب الفن. قبل أن نبدأ معكما نشاهد هذا الفيديو الترويجي حول المبادرة ثم نعود إليكم. تعا ثوب الفن، 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 تعا ثوب الفن. نرحب بضيفينا بغنوة وبشربل، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. شاهدنا فيديو سوية مع المشاهدين، مقطع ترويجي لتعا ثوب الفن. أولا، لماذا اخترتم مدينة طرابلس بالتحديد؟ اخترنا مدينة طرابلس بالتحديد لأنه هي من أكبر المدينة، هي الثاني مدينة كبيرة بلبنان، وفي لقينا
باب التبانه وابره بالتهديد، لانه تهمش اهل الحي هديهم لا يوقعوا بحبكه دعايه العنف. فكرمال نفاجئ انه هدول الشعب اللي عايش بهالمنطقه منه ما خص بالعنف اختارينا طرابلس. شربل، كما شاهدنا بالفيديو هناك شخصيات عامه من بين الممثلين قديرين كعمر ميقاتي، وكمان شفنا النائب نايلة تويني والإعلامي فؤاد يمين وغيرهم كتار حتى ما ننسى حدا. برأيك كيف تساهم هذه الشخصيات في التأثير بالشباب وبجلبهم نحو الفن، أو مثل ما بتقولوا يجوا صوب الفن؟ أول شيء هم الفيديو اللي شفناهم هلأ، مجموعة فيديو كانت مثل شم أطلعني على حقتنا على فيسبوك لكل الناس تدعي الناس اللي حواليها كرمال يوصفوا بالفن، كرمال يوصفوا على الفن. اما بالنسبه للناس المشاهير مثل ما قلت الممثل عمر ميقاتي او كان الاعلامي فؤاد يمين، الاعلاميه وسعادة النائب نايلة تويني وغيرهم كثير، لانه كمان شاركوا معنا وساعدونا بهيدا الشيء، فهن بياثروا مش بس على الشباب ليوقصوا بالفن، هن بوقت ثاني كمان بياثروا على الناس اللي بحبون، يعني على متابعينهم، على المعجبين فيهم، انه يوصفوا بالفن، انه يدعموا الحمله، وانه يتوجهوا كمان بنظر حتى شخصيا على طرابلس ليشوفوا هالمدينه الحلوه. بيرجع هذا الموضوع بالاخر على الهدف يلي نحن انطلقنا منه بالحمله، اللي هو مساعده ابناء طرابلس خاصه منطقه باب التباني والقبه انه يتوجهوا صوب الفن، وبالوقت الثاني كسر الصوره النمطيه السلبيه على عن طرابلس. مثل ما ذكرنا بالمقدمه انه طرابلس مدينه عريقه، برايك لماذا تحتاج ان نذكر الناس بهذا الوجه الحضاري والثقافي لتلك المدينه؟ لان ببساطه انه مظهر العنف او مظهر الحرب او مظهر الشر قدر يسيطر على المظهر الجميل وعلق بذهن الناس اسرع، فالناس نسيت بمحل انه طرابلس هي المدينه العريقه، المدينه الحلوه، طرابلس الميناء، طرابلس التاريخ، طرابلس الفيحاء، مثل ما قلت وجهوا كل نظرهم على طرابلس العنف. وهذا الشيء كمان حتىين الاعلام ساعد فيه، نحن جينا شوي صغير نجرب نكسر هالصوره النمطيه بلبنان وحتى بكل العالم يلي كان عم يتابعنا. غنوة، اي فئه عمريه تستهدفون؟ يعني الشباب من اي اعمار؟ نحن استهدفنا الشباب من عمر 13 15 سنه، لانه بالنسبه لنا انه هدول الشباب عم بي خططوا لمستقبلهم وعم بي يبنون المستقبل. ايه عم بيبنوا شخصيتهم وسهل انه يتاثر عليهم، فنحن بدل ما حدا يجي يتاثر عليهم سلبيا، نحن بدنا نتاثر عليهم ايجابيا، كرما يقدروا يعبروا عن حالهم بطريقه ايجابيه، ولنفرجيهم انه هن فيهم يعبروا عن حالهم بطريقه ايجابيه، وتكون هيدي الطريقه عم بتساعدهم لمستقبلهم، وعم بيقدروا من خلال الفن يحكوا بدون ما يكون الصورة عنهم منا حلوة. حول هذا التعبير الذي تكلمت عنه سنشاهد فيديو لأول مشاريعكم في تعا صوب الفن، نستعرضه سويا ثم نعود لاستكمال نقاشنا معكما، نشاهد. يظهر أنه الفيديو غير جاهز حتى الآن. جاهز؟ طيب نشاهد. Thank you.
شفنا مجموعة رسومات أو نشاطات في هذا الفيديو، ممكن شوي تخبرونا عنه، هذا مشروعكم الأول. إيه أكيد. نحن لما طلعنا على طرابلس طلبنا من الولاد لما كنا عم نحكي معهم إنه يعبروا عن حالهم من خلال رسمة أو شعر يكتبوه. فهن دغري وقتها رسموا لنا علم لبنان، شاعر عن لبنان. كل شيء عملوا لنا اياه فعليا كان عم بفرج حبهم لوطنهم، والفكره انه كل ما يفرجونا هذا الشيء نحن كنا عم نتاكد انه هدول الاولاد بس عم بيجربوا من حيالها طريقه ان كانت يدافعوا عن بلدهم ويضلوا بوطنهم بطريقه ياثروا بوطنهم. لما حكينا معهم تاكدنا منهم انه هم بدهم يضلوا بالبلد وبدهم يكونوا انسان فعالين بالمجتمع اللبناني. لا يقدروا يغيروا قصص، يعني مثل مثلا في ولد كنا عم نعمل لعبه معهم وصار يقول لنا اذا كنت رئيس جمهوريه كنت عملت كذا شغله، يعني كان عمره 13 سنه وانصدمنا باجوبته، يعني تاثرنا منه لهذا الصبي. يعني كان هناك مواقف انسانيه معبره. ايه كثير كثير تاثرنا، يعني اكثر ما نحن اثرنا عليهم بطريقه ايجابيه، بس هن كمان اثروا علينا وفرجونا انه نحن اللي عم نعمله عن جد له فايده ولازم نكمل بالمشروع، لانه هذا المشروع بيطلع كثير قصص. هل سيشمل المشروع مناطق اخرى ايضا باختصار شديد لانه الوقت ضيق جدا؟ اكيد هذا المشروع مش رح يوقف هون، نحن رح نكفي وبهدف انه نوصل على كل المناطق اللبنانيه. نحن ديجا بلشنا نعمل كونتاكت مع جمعيات مختلف المناطق عم يدعونا لنجي ونخلق او نزرع بذور تعصب بالفن عندهم لحتى نساعد كمان الاطفال هم يساعدوا يعبروا عن نفسهم. نعم. وننقل صورة حلوة كمان عنهم وعن المنطقة اللي جايين منها لكل متابعينا بلبنان وبالعالم. نتمنى لكم كل التوفيق في مبادرة تعا صوب الفن. كنتم معنا غنوة سمحات وشربل أعد من بيروت. ونذكركم مشاهدينا بنتيجة مباراة مصر وبوركينا فاسو، حيث انتهت في الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ويلعب الفريقان حاليا وقتا إضافيا لحسم نتيجة المباراة. وبهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاغ قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بالقضايا لعل واقعا يتغير أو وعيا يزداد بهاشتاغ. تصبحون على خير وفي أمان الله.